مبروك يا قايد، مبروك. الحمد لله على الفوز. شكرا حبيبي، شكرا شكرا، مبروك لك، مبروك. محمد، لانه انا مشان الوقت بدي منك كلمات توجهها للاتحاد، جماهير الاتحاد. والله ان شاء الله يعني اقول لهم يعني في ظل يعني صراحه المجهودات اللي قاعده تبذل في الفتره الاخيره من اداره النادي من اعضاء الشرف، ان شاء الله الاتحاد حيرجع وان شاء الله، وبس ما نبغى منهم الا الصبر بس الفتره هذه يعني. طيب. المده ممكن يعني الفتره هذه بس ان شاء الله الفريق حيرجع. طيب. زي ما كان باذن الله. نايف هزازي. والله نايف يعني يحتاج له بس شويه يعني انه يعرف قيمته ويعرف انه هو بيلعب لاي نادي. كلام كبير. اكيد. طيب ابراهيم هزازي. والله اتمنى له التوفيق ان شاء الله، وانه يعني ابراهيم يعني صراحه داخل الملعب يعني معروف عنه ان شاء الله. بس عنده مشاكل. لا مو عنده مشاكل، يعني داخل الملعب اكيد انه بيكون يعني بيكون سند قوي لنا باذن الله. عبدو عطيف. والله اكيد يعني عبدو يعني صعب انه انا اقيم عبدو عطيف يعني.